في العقدين الأخيرين رأينا ظهور حركة يطلق عليها النسوية الإسلامية، ما رأيك بهذه الحركة؟ أعتقد أن الأمر يتعلق بالنسوية الإسلاموية لا الإسلامية، لأنني كما قلت في رأيي فإن الإسلاموية هي أدلجة الدين الإسلامي وجعله منظومة تشريعية وفكرية لأهداف سياسية سلطوية تحت شعار الإسلام. يتم ذلك باستخراج مفاهيم الشريعة ثم تتم أدلجتها، مثلا مفهوم الجهاد الذي هو رمز ديني طوعه لخلق مفاهيم أخرى مثل الجهاد الثقافي والجهاد الاجتماعي، وهم يفرضون تلك البرامج على الجميع باسم الجهاد، وتحت نفس النظام والأسلوب أسسوا شرطة الأخلاق التي هي وراء مشكلات اليوم، وهي وراء وفاة مهسا أميني، وهي تراقب حياة الناس في دوريات مسيرة على مدار اليوم وفي كل الأماكن. أساس هذه الشرطة كان استخراج شعار يدعو إلى الدعوة إلى المعروف والسلوك الحسن، وطوعوه للعكس أي الاعتداء على الناس وحرمانهم من حرياتهم وحياتهم الخاصة، بل حتى القتل مثل ما رأينا في جريمة مقتل مهسا وغيرها في السابق. لقد جلب هذا الكثير من العنف والناس داقوا ذرعا بهذا، وينبغي أن يتوقف نهائيا. وقبل وفاة مهسا لطالما كانت النساء عرضة للاعتداءات والتمييز والاحتقار، وأيضا الرجال الذين من حولهن. ومنذ عقد نرى ما يشبه الحرب اليومية في كبرى المدن بين شرطة الأخلاق والشباب. صحيح أن ذلك انفجر اليوم، لكن كان هناك مرجل يغلم ذو مدة طويلة. شرطة الأخلاق ليست هي العائق الوحيد أمام التقدم المجتمعي في إيران. هناك حالة فقر، هناك حالات قمع، هناك المزيد من الضغط والإعدامات التي تحصل داخل النظام الإيراني. في الفترة الأخيرة كان في إجماع على أنه أو في حديث كثر عن أن النظام بصدد التهاوي، هل تعتقدين أن النظام الإيراني هذه المرة يمكن أن يكون بصدد التهاوي؟ قبل ذلك أريد أن أعود على موضوع النسوية الإسلاموية، فقد ظهر هذا المفهوم في عقد التسعينيات في الجامعات الأمريكية والأوروبية. إنه مفهوم لم يخرج من رحم مجتمعات مسلمة أو إسلامية صرفة، إنه مفهوم غريب على المسلمين. فمنذ عقود طويلة شارك الرجال والنساء في المجتمعات المسلمة في العمل على قراءة النصوص الدينية والتفقه فيها ودراسة الإسلام، وهذا كان يتم في كل الدول منذ قرن، سواء في إيران أو المغرب وغيرهما من الدول. وجد ويوجد ذلك دائما، ولم يكن هناك داع لإطلاق تسمية النسوية الإسلامية أو الإسلاموية عليها. إنها تسمية سياسية تقف وراءها أطراف ومنظومات وأحزاب سياسية هدفها السطوة على المجتمع باتخاذ الدين وسيلة. لقد تم استيراد هذا المفهوم، وبالنسبة إلي هو غير صحيح.